دعا عبد العزيز بالخادم ممثل المترشح الحر للانتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة الجزائريين إلى الابتعاد عن التفرقة بجميع أنواعها، مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى جميع أبنائها. وقال بالخادم لدى نزوله ضيفا على منتدى ديكا نيوز أن سبب وقوع أحداث غردية ليس مذهبيا، إنما نابع عن خلافات مادية حول بعض الأمور اليومية، مطالبا بالابتعاد عن تسييس هذه الخلافات. ومن جهة أخرى، أكد المتحدث أن المشككين في نزاهة الانتخابات والداعين إلى الخروج للشارع غير واثقين من أنفسهم ويقومون بتبرير فشلهم في تعبئة الأنصار. وعن سؤال يتعلق بدعوة ما يسمى بحركة بركات المعارضة لترشح بوتفليقة لعهدة رابعة الخروج للشارع، رد بالخادم أنه عليهم الانتصار على بوتفليقة من خلال صندوق الاقتراع، مضيفا أن الشعب لن يتبعهم لأن الجزائر ضاقت المر من جراء الفوضى.